يا ليتني لي إلى وطني عود لتلثمني. حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. يا ليلة من ليل البنفسج يا عذر يا ما نجد ما نسوى حد. قل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر السباح حتى تطفم نشوفه. شن صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جاي تبون. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجين الصوت. وين انت اشتهيت الموت بنص بغداد أريد الموت. بين اشتاق لك بين ارض راضيك بين ارض افتهم روحش وجحة عثر بي الحنين واشتهى انساك وفي الزن والقلج ماتش وسحة. درت وجهك وحس بقلبك النار وصوت ضلوعك المحد سمحه وحرت ما بين تمشي وبين تنعاف بين اطباعك المحد جرحه مزاجك وشكوك وغوصة البال انت بعقلك بنفسك جرحه تتعب لو طحت تنشاف مكسور افكارك جامة ما تندل صدحه خايب شنو تحب نوع عمرنا مخلص فراق مشاعرنا شنو برأيك نفحه لا انت تجي ولا رايد انساك ولا اروح لقيت واحد قنحة تندل حزني بس ما تندل تعيش حياتك خلصت مبهم وضحح لا خنتك ولا بايع وارتاح افكار مشتتة ويصعب جمح تحب تعيش دور اللي يطيحون وروحك من عشق بار الطبح وصح اشتاق لك بس ما احس بيك روح الراددك زائد وجحح. مساء الخير مساء المحبة مساء الطيبة على أهلنا وناسنا من زاخو إلى الفاو كل أهلنا اللي موجودين بالعراق حياكم الله وأهلا وسهلا. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليلة شعر. اليوم ضيفنا غير ضيفنا يجنن. أنا من الناس كل شي أحبه وممكن أول مرة ألتقي بيه بس أنا أحبه قبل لا ألتقي بيه. ضيفنا حتى ما أطيل عليكم ضيفنا الحبيب جدا 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 حسين الزهيري من ديالى. حياك الله. حياك الله الحبيب الطيب ابو ريتاج. يا بعد قلبي شكرا لك. شلونك لهاي الديباجه والاستضافه الجميله. يا بعد قلبي يا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا شنو وضعك؟ تمام وخير. تمام شوفتكم كلش ارتحت. يا الحبيب يا الحبيب يا بعد امر. طبعا ابو علي اكو اشياء لميت لك ايه لك معلوماتك وهيك شيء وانا حاضر عليهم كلهم. حسين محمد من هل الزهيري. حسين محمد من هل الزهيري. حياك الله. حيا الله زهير والله والنعم منك ومن الزهير والنعم من اصلك يا بعد قلبك. مواليد 1992. اي نعم مثل مواليدي. يا الله. برج السرطان مثل برجي. يا بعد روح. متزوج زواج تقليدي. اي نعم. وتحب زوجتك. نعم. موظف حكومي. نعم. لان صحيحات كلهن صح. يا هلا يا هلا يا هلا. زين انت قايل انا موظف صح؟ اي صح. بس انت ما يعني ما عال انه انت وين تداوم صح؟ اي لا انا ما احكي بيها. ما تحكي بها ابد. تمام. اي بالله. حسون ارد اسالك ابو علي يعني اعذرني قاعد اقول لك حسون يعني من باب الميانه كلش احبك انا. اخوي انت. منو الافضل برايك الزواج التقليدي لو الزواج عن حب؟ انا من جربت عرفت ان الزواج التقليدي هو الافضل. يعني برقبتك على زواج الحب. زواج الحب قبل الزواج عاشوا كل الاشياء. حلو. فمن الزوجة وماكو شيء اضافي يقدمونه هم بيناتهم وبالاحرى ان الثيات ان شاء الله ناجحات بس انا شفته حلو التقليدي وصار الحب بعد الزواج. الله يوفقك ان شاء الله. يسلمك ويسعدك وتبقى سعيد. انا افرح من اشوف ناس بهالجمال هذا انه متمسك بتقاليده وعاداته. الحمد لله. وما شاء الله اليوم انت طالع تجنن يا روحي. والله تجنن طالع. انت الاحلى. ابو علي انت من مندلي صح؟ اي نعم. يراد لك ساعتين ونص لتوصل بغداد. اي نعم. شلون اهلنا بمندلي طبعا؟ مندلي قضاء مندلي لا زال محافظه على تقاليدها وبعدها بعشائرها بناسها الطيبين. الله يحفظهم. نعم اثرت عليها الحرب الايرانيه بس بدها ترجع ان شاء الله. طبعا تحياتنا لاهلنا في مندلي وان شاء الله باقرب فرصه نزوركم ونزور ابو علي. شكرا. نسمع شيء لان كلش عطشانين نريد نسمع ابو علي. يسلمك الله. يا حبيب أقول سوف أجعل أكبر أمنياتك الوصول إليه وبراحتك شو تسوي باكر ترد ولا خليها أمنيتك شوفتي إلا خليك تنام بس من تفز
تصرخ باسمه وتحضن بصورتي، ولا خليك من القلق تنمتن، تلتفت ريتك من تمر نسمتي، وتشتاق وتخابر وتلقى الرقم محظور مثل ابليس يا مجنتي، وتبكي وتعض اصبع وتشبق قهر وتفتح ابواب غمونك الجيتي، وترد ذليل من الفشل منكسر، ساعتها ما تلقى ثرى رجعتي، يلشلت خشمك شلتك من القلب وما لك مكان استوطنه وصفنتي، كنت الاساسي وهسه تحلم حلم، كنت الاساسي وهسه تحلم حلم، جمهور ما خليك يم طلعتي، انا الغشيم الزرع بس ما حصد، ما ادري صبخه وتنخذل نبتتي، ومو ذاك اللي تمثل عليه بالعشق، فريت خاتم بيدي ذاك الحكي، ناورد لبسك كون جو الحجل، وشرط الالف سيلوق وي بدلتي، ما عاجبك خليك مو مشكله، ما تري عجبك من تمر كشختي، بيعت غروب استعجل ببيعتك، بعت خساره ورابح بيعت. الله عليك، الله على احساسك. الله، بعت بخساره ورابح. احيانا مو كل خساره خساره، اكو خساره بها راحه بال. ابو علي، خساره سابقا شيء؟ خسرت اي بس اجل يعوض. الله، خسرت والله. هسه انا اعرف شنو العوض، انت الله عوضك كره ارضيه. اي نعم. صح؟ اي نعم. بس انت خسرت شنو؟ هي الخساره معروفه. ما تدري النوع. والتعويض ايضا معروف. يعني ما بيها مجال نعرف يعني شنو والله خسارة. معروفه. مو برنامجنا ومتابعينا ما يعرفون، ممكن انت مسولفه بغير مكان. انا خسرت اشياء هن كانن، مو شيء واحد، لان انت جائز اكو شيء متعلقات به هواي اشياء، فمن تخسر راح تخسر اللي وياها مين، فاجل يعوض ذنيك الاشياء كلهن. طبعا احنا من نخسر هم مرات مرات خساره البشر. اي نعم. مرات تكون نعمه على البشر اكيد. اي مرات رب العالمين يختار لك طريق وانت تختار طريق ثاني، قلت لك عكس اللي مكتوب لك. قلت لك اكو خساره بها راحت بال. الحمد لله. الحمد انا لله. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله بحياتك المهنيه والزوجيه وايضا الوظيفيه. يا حبيبي. عندنا نبلش فقراتنا. طبعا احنا هسه خلصنا من السي في. عندنا الفقره الاولى هي فقره بروفايل. اي نعم. هاي تعتمد على حساباتك وعلى مواقعك. اي نعم. الاجتماعي يعني على المواقع الاجتماعيه. عندك منشور بالانستغرام يوم 1/8 او 8/1/2022، شايل طفل ومكتوب عليه 6 سنوات. ايه ارد اعرف انه هذا المنشور انا قريته، بس انت تبين للناس انه هو شنو طابع المنشور وشنو هالفرحه هاي، انت شايل لك طفل ودنيا خابصها شكو. اي والله ارد اعرف يعني كل الناس اللي تعرف يعني. هاي جايه علاوي. علاوي بنك كنت ثانيه. نعم. ما شاء سنين. الله ما شاء الله. فاشرف للدنيا وهو كان فرحتي وسعادتي ومن اجمل منشورات نشرتهن. الله. علاوي يعني ضاف يعني الفرحه والاطمئنان بحياتي. قلت شكرا لاهل بيتك وقفوا وياي. الله. بعد معاناه. أنا تعرف انت 7 سنين ودكاترة وسادة ما قصروا الله ثم أهل البيت، فقلت شكرا لأهل بيتك وقفوا وياي ما قصروا وانطوني الأريدة. سبع سنين ما بقيت دكتور ياهو الأدق بابا يفركيد، ما أقول لك علي من يجي الليل، دموع أكثر من حروف الجريدة، لو أحسب المنطي والقارون لحد ما قعدون على الحديدة، لحد ما قامت تعيرني هالناس ماخذ عاجر وما حد يفيده. الله. من عدها وشلت راسي على الحسين وقلت لانت وسيلتنا الوحيده، لو ما انت من يسمعنا مولاي الوساطه البين عرش الله وعبيده. اي الوساطه البين عرش الله وعبيده. وبقيت بحيره بيش اتوسل شلون، لحد ما فكرت اطلع، لحد ما فكرت اكتب قصيده. الله. اذا قل لي اريد منك وليا يذكر رضي على ما تريده وسلامتك. فهاي القصيده جت بوقت ما يا الله بشروني. الله يحفظ. الله يحفظ علاوي. يسلمك الله ويحفظ الجميع ان شاء الله. يا ربي يكون يعني سند بظهرك طول حياتك ويكون حسب ما اللي انت تريده وراسم له ان شاء الله، ويكون له مستقبل وشان كشان والده مثل هاي الطيبه والجهامه الحلوه اللي موجوده. روحي انت الاحلى. ابو علي خليني اخذك
يعني الى سنه 2015. اي نعم. سنه 2015 صارت مسابقه شعر العراق في احدى القنوات الفضائيه طبعا. اي نعم. وانت كنت فائز اول. اي صح. باعتبار انه الحلقه تتضمن اربع فائزين، نجم حلقه، فائز اول، فائز ثاني، فائز ثالث. اي نعم. انت اخذت اول. الاول. اريدك تسولف لي على اجواء المسابقه شلون كانت وياك وشنو اضافت لك ايضا المسابقه. والله هي الصراحه ما اضافت لي شيء. لان كنا نتامل المرحله اللي بعدها فتوقفت. اعتقد هم صوروا مرحله ثانيه. صورنا. اي بس ما ظهرت. ما ظهرت. صارت مشاكل. أي نعم. منو كانوا وياك تتذكرهم بالمسابقه؟ كل شعراء دياله، تحياتي لهم طبعا. تحياتنا كل شعراء دياله. كان نجم الحلقه، تحياتي الى احمد ابو عيون. تحيات للشاعر المبدع. والاول انا، الثاني تحياتي الى الشاعر هيثم القيسي. والثالث اسامه القيسي. حلو. هو بس القيسي والزهيري والله خذيناه. والنعم لكم. اي فكانت بوقتها مسابقه حلوه بس ورا فتره حسيت ما ضافت لي يعني شيء. يعني زين انت مع انشاء مسابقات شعريه للشعراء؟ لو اكيد اكيد تحفزه يعني اكثر، تخليه يكتب، يهتم بالشعر. هي كان اول ظهور لك بالتلفاز؟ اي نعم. اول ظهور لي هي هاي المسابقه والحمد لله. يعني ما ضافت لك شيء بمحافظه دياله وقدمت؟ اكيد شيء، بس قلت لك بعد فتره من شفت اكو اشياء تقدمت لي افضل حسيت انه هي ما قدمت لي شيء. يعني القصيده اللي قريتها بالمسابقه كانت اسريه لو قصيده وجدانيه؟ اسريه. اسريه كانت على الخوان. ما اذكرها والله بس على الخوان. لا موضوع ها على الخوان. حلو. انا جاي اسولف لك على موضوعها. على الخوان. لا لا قلت لك اسريه على الخوان. باعتبار نريد نستغل وجودك اليوم تقرا لنا كله جديد، يعني عندك اشياء جديده ونريد نسمعها. القديم موجود باليوتيوب، يروحوا يسمعونه متابعينا. اي نعم. يعني شلون كان يعني استقبال اللجنه لشعراء دياله بوقتها؟ هم كانوا انه متعاونين مع شعراء دياله بوقتها؟ والله حضرتك انت شاركت. انا اشتركت اكيد البرنامج، وكانت لجنه منصفه الى الدرجه. كل من اعطوا استحقاقه. حلو. وانا شفت يعني شيء حلو يعني. طبعا هم اللجنه اللي موجودين الراحل صباح الهلالي والراحل رياض الوادي والاستاذ شاكر التميمي والست آسيا كمال. تحياتنا لهم طبعا. اخر اثنين الله يرحمهم. ناخذ قصيده. قصيده اقول خوت شاتلهم ورد والدنيا شوش. خوت شاتلهم ورد والدنيا شوش، بعيني شايلهم واقول انبي صوت. روح قلت لها اخوتي ان كان ما تحبينهم نعل على ابوك، ولختي اركض لو نختني ومعوده على لسانه قلها يا بعد مي عين اخوك. الله. وامي يا حبل الوتين اللي انت جنت الله رضاها، حطب نار ما رضوك وايه كلمات المحنه اللي تنبع من احساس ابوي. الله. القضى عمره يشد عليني قال ولد الخوة حلوة وباس خيتنا الصغيرة وقال ذولا يدللوك المال اخوان الخلق يستقرضوه. والله صح. بزر يصور حتى الشام التلوج صير مخيط سير على الفتك شيخ اش ما سوالفهم تشق ابقى تحوج وشور اخوك بكل شيء بكل شيء ما دامك صغير شور خوك بكل شيء ما دامك صغير لا تعقبه العقبه اخوانه يبوك. والله صح. وعلمت روحي سوالف مال حات انا علمت روحي سوالف مال حات هاي دنيا وخاف باكر يسالوك قولي بعد الله اخوت بهالحياه الغربه مو مكسب ابد ليقنعوك الخوه خيمه خيمة ولا تفرعين بجواب لبس اخوتك حشمه خافي يفرعوك. الله. لا تورجين الحكي للمعطروج ضوق نيتهم طعمها يفارقوك عوفوا كل شو وشلب بذلال الحموج لبدي يمك دارهم ليعيروك ارضوا وتعن لهم وش ما زعلوك لو مخوتك وليت مخنث ولوك يا روح تحمليهم ذول اخوتك سامحيهم هم صح من طحت ما مروا وجوك بس اعرف انك يا روح تسامحين سامحيهم حتى لو ما سامحوك دلليهم حتى لو ما دللوك لخن الوقت بس شلون لا خاها على وجهي
وثوب وياه القال لا خاه الاخ واجب يضل عوان لا خاه الاخوين وكل من دون الخويه الله الاخوين وكل من دون الخويه وانت سالم الله والخوه ان شاء الله عامره وسالمه اخوانك يا بعد عمرك وعلى ايش قد اخوان عندك يا بعد راسي يا كلها اخوتي وكلها طيبين طبعا كلها اخوتي انا سالتك عن اخوانك اللي عندك اللي عندي ثلاثه انا الرابع انت الرابع انت الصغير الكبير لا انا بعد الكبير تحيه طيبه لاخوي الكبير جاسم وانا تحياتي لاخوي علاوي وقاسم يا حبيبي تحياتي لعائلتك كلهم جميعا يا بعد عمري ويحفظ لك الحجاج اذا كانوا الحمد لله الحمد لله وشكرا طيبين الحمد لله وشكرا انا اهنيك على جمع هذا الكم من المحبه بداخل قصيده معينه هذا يحسب لك اكيد يا بعد عمري ننتقل الى فقره ثانيه هي فقره تغريده شلونك بتويتر ما انت ما عندك حساب تويتر؟ لا ما عندي يعني ايش ماخذ نظره سامع به هناك ايش ماخذ نظره عن تويتر بشكل عام؟ ما يعني قلت لك ما داخل به فما اعرف يعني أوكي. الا بس اسمع يعني فلان غرد اكو ثلاث تغريدات عليه احنا عندنا بس بلبل بمندلي هذا يغرد التنبل هذه الله يسلمك يعني احنا هسه بلبل من مندلي قاعد قدام يا بعد عمري الله يحفظك عندي ثلاث تغريدات عليك اي نعم لان ثلاث تغريدات انت يعني عادي اذا تقدر تريد تفندهم او تجاوبهم هاي بعد يمك أكيد. بس هن ثلاث تغريدات من برنامج ليله شعر نعم اول تغريده حسين الزهيري بسبب فشله بالحب تزوج زواجا تقليديا صح انت نوهنا على الموضوع مال الزواج التقليدي صح. قبل شويه لكن بنفس الوقت الانسان هم محتاج حب وعلي اكيد اوكي وبكل شيء اذا ماكو حب يعني مثلا ماكو حياه فأنا لأن فشلت العلاقة الأربع سنين فاتجهت للتقليد إيه الزواج وهذا هاي كانت فكرة الأهل إيه نعم والحمد لله يعني الله رزقك بكرة أرضية خير تحياتنا لأم علي طبعا خير تحياتي لها أكيد التغريدة الثانية نعم حسين الزهير يحاول الدخول إلى وسط الفن الغنائي تشنت بس هسه لا شنو اللي خلاك تدخل الوسط؟ والله كنت يعني مثل ما يقول شاعر وقلت اكتب قصائد غنائيه انه شفت تفكيري مو صحيح، انا شاعر منصه. يعني فمثل ما يقول يعني خليني ابدع بس بمجالي طيب انت كان عندك المقدره انه تكتب اغنيه، تكتب نص غنائي. اي نعم. واعتقد في سابقا انت مصرح انه انا راح ادخل بالمجال الغنائي. بس ما دخلت والحمد لله ما دخلت. ها السبب اللي خلاك؟ ما تدخل هل ما انت ما حاولت او سبب اخر لا انا اقدر واقدر هسه اكتب لك ايه؟ بس انا مثل ما يقول شفتها جوز مو لوني اي فما دنيت لها بعد ما فكرت اريد الله يوفقك اريد الله يوفقك يسلمك يا التغريده الاخيره تحياتنا للشاعر علي المنصوري تحياتي له ابن اكبر لولا علي المنصوري لم يظهر حسين الزهيري الى الساحه الاعلاميه صح هو تقدر تقول اضاف لي اضافه كبيره على المنصوري خدم واشعراء نعم خدم واشعراء يعني وانا شخصيا اضاف لي على المنصوري نعم يعني خدم الوسط وخدم واشعراء شباب يعني أكيد. اظهر طاقات شبابيه كل شباب اي كانت بس على الموبايل نصور من خلال القناه او العفو استضافته بدت القنوات مثل ما يقول تستضافني نقدر نقول انه شاشه التلفزيون من يظهر بها شاعر يكبر حلمه اكثر أكيد. بالوصول أكيد. اما اذا يبقى على المواقع الاجتماعيه مواقع التواصل الاجتماعي حلمه يكون على قد صفحته واصدقائه اللي متابعينه صحيح. صح صح كل التغريدات اللي ذكرناها هاي كلها تعتبر سي في لك يعني هو نعم. تاريخ حسين يعني نعم. تمام هو تاريخ مثلا شخصي او تاريخ شعري نعم ما عندك احتراض على اي تغريده ابد نظهر التغريدات اللي ذكرناها اي اكيد تمام نسمع اسمعك عطشانين ترى يعني استاذ فراس اسرويك استاذ فراس يقول خليه يقرا هوايه انا حاضر اقول تلاحق مو كلام الشيب ما ظلت ولا شعره وتلاحق والشنن بجفاق قطره تدفع بقطره تلاحق قلبي اللي يحبك كلف كلف ما ينجبر كسره تلاحق بيا كم مشتاق فقره وتقنع بنظره الله الله عليش تعوفني لوحدي وبطريق المحد عمره ادزلك وانت ما تقرا يصل مرسالي وتعبره اجيك
منه تتبرع عوفك تعرض العشرة حرت. اي والله وافكار مطشرة يا شاتن بوسط صحرة مثل ما تشتل الحسرة. احاول انسى والذكرى يلب كل شيء لك ذكرى. القمصان القديم اشتاق اطلحن واشم حضرت الله وعذرك منهن ومعذور الغايب ويا عذره شا سوي لك يا المحشاي يا المائلك كل جيه اثاريني كنت غلطانه اقول لك تعرف بي الله وانا ما عندي حظ وياك مثل ما يصلى وراد علوية صغير من نفال الشيعي انا ما عندي حظ وياك مثل ما يصلى وراد علوية وراد علوية صغير من نفال الشيعي وما يطول قلت لبته مثله وتاد عزبي وشفته يطول تال الشيء وحتى لو صبغت الظلم معانية حاجات اللي يحب رخاص واول حاجه ترخص للسهر عينه ابو العشرين من يصبغ شيء سنين عشرين الله الله وانا وقلبي ابو العشرين ابو العشرين من يصبغ شيء سنين عشرين وانا وقلبه شو مسوين ما حد يسال عليني وحق الله لان طيبين ما تنحب محاكيني لو ندري اللي يحب ينعاف ما نتعب وحبينا لو ندري اللي يحب ينعاف ما نتعب وحبينا نبكي وناسنا يضحكون ما حد يفهم البينه ابو قلايب السمح لو طاح تتكاثر سجاجين الله وطيحن الك لو جيت وافتح صفحه جديده يا بارد ليش ما حسيت بالكثره انت جاعيد الله تنسى انسان ما ناسيك حافظ بس مواليدك وما يعرف مواليده تنسى انسان ما ناسيك حافظ بس مواليدك وما يذكر مواليده وانا الكتلتني كل شي بداخلي يريده ايده تيتمت من فارقه ايده وانا كل شي نسيته وراح بس نسيانك بعيده يا شاريك بتتن مسجون الله شاريك بتتن مسجون يا شاريك بتتن مسجون باع وظلت بنفسه يا غالي الرخص للعافوك وانا شاريك مو هسه من سلمت عينك قبل عشر سنين قلب الرد عليك وصاح كل حسه وانا ظليت ذاك الباع لا من رجعوك ولا قدرت انسى الله سامع بيها بس ما شايف الونسه انا محل الخبز وياك مثل استاذ ياكل بالفرص ويشبع الدرسه الله الله عليك انا محل الخبز وياك مثل استاذ ياكل بالفرص ويشبع بدرسه يعايفني بلم بالريح والغير صرت مرسه وانا عندي قلب انا شايل لك قلب والدت من ادغار من قد ما حنين تحبها وتلبسها الله تحياتي يا ليتني هالسرد ابوسك يا بعد عمري يا حبيبي يا بعد راسي الله عليك حسين على هذا الجمال اللي جاي تقدم لنا الله كلك ذوق الكبير يحبك الصغير يحبك خبلت الوالد نحمد الله نحمد الله على هاي المحبة اي والله الله الله انا بس اريد الله يوفقك دائما إيه الله يوفقك يا بعد عمري حسين الزهري يعني عندنا فقرة اسمها فقرة الكرسي الفارغ يعني انا راح افرغ لك الكرسي اي نعم وهذا الشيء يعني بعد لك انت والكرسي الفارغ امامك تمام اي نعم اوكي هذا الكرسي لك امامك ايش تتصور يعني اول ما اجى ببالك منو راح يقعد قدامك هسه حاليا قدامي ايه والله يمكن اقول لك شخص واحد حاليا اول ما افرغ الكرسي تخيلت انه جالس امامي والدي الله يحفظه ان شاء الله هيبه في دوار رحلك وانت مثل أيوة هيبه لان صار اسبوعين ما شايفه يعني الله يحفظه ان شاء الله شوفه وتكون يمه وقريب عليه يا بعد عندنا مجموعه من الاسئله هاي الاسئله راح تطرح على حسين الزهيري وانت عينك بعد هنا على الكرسي انا غادرت الحلقه نعم وبقى لك الموضوع نعم تمام امامك شخص ظالم يعني ظلمني ظلمك نعم امامك الان شخص ظالم ظلمك اي نعم شو تحب توجه له من كلام هو جالس امامك انا راح اعذره راح اعذره اللي يحكي ويذم بقفاي الله حقه ما يوصل الصيت ومستواي راح اقارن بس شو اقارن والله عيب كلها تدري الفرق من ارض السماي انا عيط وهو شبخه انا ريح وهو نفخه انا حري وهو صفخه انا حيد وهو كفخه شدوا عيونه وجستهن ما خطيت
وين ما حضوم المجدم سراي القصيدة كحيلت من الكدها غير وناس فحطان ركض ظلت وراي أنا كوسر شيخ متوسط نظيف الشيوخ متكي على ايوانه بصباي الدنيا عثرت عثر العثر صديج صاحب مكشفني وانا اطيع باي خايبك شخب مالاتك يلوقن عليك اطوال من تلبس اكشخب مالاتك يلوقن عليك اطوال من تلبس هنميلاتي يلحكيت وصف قوله غش مذول ما دروا ابو ريقتك كلماتي انا واقف لك لحد ما ظل طاح وطاح حظك بس بقى الوفاتي الله تحياتي الك الله الله يا بعد راسي تحياتنا للظالم لو الي لا الك الظالم يا حبيبي الظالم خلي ولي امامك الان بهذا الكرسي الفارض شخص انت ظلمته بوقت سابق شوف افترت الدنيا من ساعة ظالمك هسه شخص قاعد امامك انت ظالمه ما اعتقد اتذكر ابو عم والله ما ظالم احد جوز القعده قباله روح لان انا ظلمتها يوما ما جوابي يجنن اي بالله بس ما الانسان ظالمه لا بالله ابد ظلمت روحك بيا جانب ابو علي ظلمت روحي بالاربع سنين قبل لا تتزوج اي ولا احنا نروح نروح ونرد علي عليهم احنا ظني كان حياتي وعذابي وحلمي وخراب وكلن عنا المهم جيد. ظلمت روح يوم ما شخص جالس امامك الان نعم. تحب تقول له لا تحكي عليه كافي خلاص ستوب قل لي ستوب لا تحكي عليه بعد والله بالعكس خليه جائز اكو عده ذنوب قليله حتى يشيلهن الله يعني خليه يسولف علي يعني بده يشوه بسمحتك و والله هو مثل ما يقول كل انسان حسب اخلاقه اذا اخلاقه تسمح له مثل ما يقول يحكي عن الناس بشي زور يعني انا ما قلت لك ما اعتقد ظالم احد حاكي على احد فانا زرعت لازم احصد خير زرعت لازم احصده جيد انا اشتيدك تقدر تقول بهذا الكرسي الفارغ انا عمرك الا ما زعلت احد حتى لو مزعله زعله خفيف اي ما مزعله ابد ابد يعني زعل ثقيل لا احد بس زعل حبايب تقدر تقول أوكي. الى ان اميل على روحي وما اميل على المقابل بقى عندنا سؤالين للكرسي الفارغ نعم انتظرت شخص بوقت سابق وما اجى اي هو جالس امامك اي انت كنت منتظره اي وصل له احساسك بانتظاره شو وصل له ما يعرفنا كنا صغار لا والله والله وهسه جوز ما يعرفنا انا ذاك الزغير صرت حسين الزهيري نقدر نعرفه لا ابد تحياتي له وين ما كان يعني ما يصير نعرفه؟ لا لا اوكي تمام السؤال الاخير بكرسي الفارغ حتى نختم الفقره نعم اختار لي شاعر من الشعراء الراحلين احنا هواي عندنا شعراءنا مبدعين الراحلين هواي كل شيء هواي شاعر من الراحلين تتمنى جالس امامك الان الله والله كل ما اتمناهم يرجعون للحياه بس هذا قدر ربك عبد الحسين الحلفي الله الف رحمه على روحه عبد الحسين الحلفي تحبه اموت عليه وما شايفه ما شايفه هواي شعراء هواي شعراء شباب استفادوا من تجربه حسين أكيد. الحلفي اكيد واغلب شعراء البصره ايضا تحياتي نعم. شعراء البصره جميعا نعم. ايضا تاثروا بقصائد حسين عبد الحسين الحلفي اي نعم كان تجربه كبيره صح حسين الحلفي بحر مالح لان هو كان مالح مالح بشعره الله اموت عليه فرضا لو عبد الحسين الحلفي ايه؟ جالس امامك وانت اختارت عبد الحسين طلب منك انه تقرا له شيء جديد حتى يكون هم حصر ان البرنامج والله انا حاضر هو جديد ايه؟ ايه مثل ما يقول ما قاريها كل ما قاري بقناه ابدا لا قاريها بموبايل بس لان اجاري بيها لونه يعني اتفضل احنا عبد الحسين قدامك وبعد انا طالع خارج ايه أقول مو بيدي من نشتاق لك تعصر الروح الفرقة والقلب ما ينبض بعد ينبض علي من حقه الله طيب هو الله وبس علي يخنقني كل ما شفه جهز وعيوني شكف فيض الدمع مختل الله أذبل وناطر جيتك ويطيح لون الورقة بس ترد عافيته ويرد كل حيلة من ترجع لي الباب يندق وافز واركض مسودن وانت خوين الله بي تطلع له الله هدر من طيحن بالعشق غيرك من اللي يفزع له تانيتك بقد الهوى
بقد المطر بقد النجم وكل ذنيه بشويه غير انا كلش منتهي وعلى الصبر ما بي ما قلت له رايح ما ارد راسا قطعت الجي على الاقل مو هيك انصدم اقطع شويه شويه الله على الاقل مو هيك انصدم اقطع شويه شويه وانت ايش علامك ما ترد ارحم يا غالب حالي شوف ان راح انسى المضى وغيرك اسميه غالي ودي لي منك لو خبر اي خبر خاطر اقول ببالنا ويرتاح بعدك بالي ظليت باللو والامل بحسبالك وحسبالي وبالتالي طيحني القدر طيحت مطر على التالي الله راح ابقى مجدوه الفكر مجدوه الفكر ولسودنان غيابك وما كنت اظن قلبك صلف صلف يقسى ويذل احبابك تدريني ما اخفى اذا ما اشم ريحه ثيابك خليني يم بابك حرز من فدو روح بابك لو ما احبك ما اهم تدريني اموت بدونك وتعرفني ما احلف كذب لو جو الطار عيونك ذاك انا ابد ما تغيرت بس خوفي لا يغيرونك وتنساني ويشغلك محب بس مثل حب وشوق لك ما تلقى لي يحبونك حاير شجاوب هالخلق لو عنك يسألوني أقدر أقول ماكو شي بس المصيب عيوني مفضوحة ويسيل الدمع مكسور ما تنشفوني لا والمصيبة من المشفى قد ولف عرفوني روس البواكير روس البواكير أعتقد بهواي أشوه مني انسيت يا لون السما قد ما مدنك ذني صاير مثل خيط الشعر ويام هجرك هجرك كان غزل طاحن علي غزلني الله بس انا عجبك منتظر اي منتظر ما خاب منك ظني ولو اخر انفاس بقت اتاملك تحضرني وساعتها طيب بشوفتك وارتاح ويكف وني واقعد واقول لك يا هلا وعيونك يسلني وانسى المضى وكل التعب لو هم استهمس بس الله عليك الله على احساسك الله على ذوقك عبد الحسين الحلفي جالس لصفق لك انا متاكد لان عبد الحسين انسان عبد الحسين الحلفي فعلا انسان وشاعر وكل هالبيه الطيبات اذا من خلال قصيدتك على روحه يا حبيبي من خلال قصيدتك نروح ناخذ فاصل ناخذ فاصل حبايبي المشاهدين وشكرا لك يا حبيبي شكرا يا حبيبي حبايبي مشاهدينا فاصل وراجعي لكم قل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي يا تل الورد تل آخر السباح حتى تطفن نشوف روح شن صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبوني شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجين الصوت وين انت اشتهيت الموت بنص بغداد أريد الموت ما ردت أحبك حاولت من لفظة اسمك حاضرت كلمة وشلتها من الحج ومن اللسان أخفيتها بيبار روح مقفضة على أحب سديتها أيضا من بوابة الشاعر والكبير إيهاب المالكي نعود وإياكم إلى النجم حسين الزهري الشاعر النجم حسين الزهري حياك الله من جديد والوقت جاي يمر ويانا وإحنا موفق إن شاء الله يا حبيبي تسلم أبو علي عندنا فقرة اسمها فقرة الدراما نعم تحب الدراما أموت عليه طيب أنت تحب تمثل تحب تسوي شيء أنا أحب التمثيل بس لحد أنا ما طاحت لي فرصة وإن شاء الله بلكت بالأيام الجاية أنا يعني كلش أحب التمثيل أحب يعني شو تحب تتقمص يا دور أي دور أتخذ عادي يعني أي دور تقدر تعيشه أي دور شنو أكثر شيء مسلسلات تتابع أفلام شنو والله كل شيء أتابع وأعيش اللحظة والله العظيم دمعتك رخيصة مثلي كلش إن شاء الله أنا يعني ما أعرف شنو الموضوع والله العظيم يعني إذا جتك فرصة مثلا تمثل في دور ظالم مسلسل معين أو فيلم معين لا ده أنا أول مرة ظالم ده حطنا بمكان زين ها ما أعتقد أرضى لأن أنا عشت كل حياتي مظلوم فما تريد تصير ظالم احسنتي والله زين دونت قصائد مواقف لك بحياتك او صارت مع غيرك حولتها الى قصائد يعني شلون
يعني انت تعرف انه مريت بموقف كتبت عليه طبعا شلون انت مريت بموقف او غيرك وجسدته الى قصيده؟ لا انا مريت وسولفوا لي بس لا اريد اسولف موقف ايه انكتب قبل فتره. هو الموقف قديم ايه الموقف ب 2013 بس كتبته ذاك اليوم يعني ظلت اختمرت الفكره براسك ودونتها. 2013 كنت سايق تاكسي زين بعد ان فشلت العلاقه الاربع سنين ورا زواجها بسنه ونص شاء القدر ان تصعد وياي هي ورجلها ورا زواجها بسنه ونص. حبيبتك اللي تركتك وانت تشتغل تاكسي ورا سنه ونص شاءت الاقدار ورا سنه ونص صعدت وياي هي ورجلها وشايله وليد الله شاهد. طبعا سالني كم عدد قلت له ما عدى حد قال اطلع حوض انا ما اجرك ايه. فصعد يمي بالصدر وهي صعدت لي ورا فصارت عينها بعيني فرفعت المرايه ايه ما ارد اشوفها غضيت عنها النظر ايه فغضيت عنها النظر بس اكو شيء استحني وعطرها هو الله. فمشيت بالطريق سولفت ويا رجلها شفته مو كفو ما يستاهلها كلش لا اله الا الله كروته ايش قد قلت له صدق الله يعينك على هيك موقف ايه. يابا شفنا بعد قلت له عمي ايش تطيني طيني بكيفك تبالك يا مو يم الكاميرا تبالك يم العطور يم هو لو انا مطيها ما بروح ذاك الوقت ف وصلت الجراج الثاني اللي هو المكان الرادو فنزلوا نزلت توقعت راح تباوع ايه فغمضت درت وجهها هيك يعني جوز ضاجت لين رفعت المرايه ما باوعت ولا اهتميت لها ايه يعني كلش انتهى انا بعد مثل ما يقول فدارت وجهها غمضت دارت وجهها وانا هم رديت من ذاك الوقت للحين اريد اكتب ما اتناسى ما اعرف جن غيرها غير قصائد ايش كتبت؟ قلت غضيت من عندها النظر الله بس العطر شيء غضب وكضيت من عندها العقل بس القلب شيء غضب الله اكبر يا ابويا يا ابويا قوه تحملت تقتل هذيك اللحظه غضيت من عندها النظر بس العطر شيء غضب وكضيت من عندها العقل بس القلب شيء غضب يا ابويا قوه تحملت تقتل هذيك اللحظه صدق تقتل ساعتها ريت تحيرت تتيمم وشمت عطرها القبر بيت توضى من شفته ما لايق قلت كل من قسمته وحظه ومن شفت كفات التنك رفع عن كفوف الفضه الله ومن شفت لي حب من صدق اهل البنيه ترضه حسيت الانصاف العدم والرايه بيد الفوضى ومن شفت ابنها مو علي مو علي عرفت مبيوع العشق من فكره بي بلحظه وشفت الخذاها مو كفو الله عاملني على الكروه ورجف وصلت الرشفه النبض الله عضت اصبعي تندمت تندمت ما يسوى الاصبع عضه ساعتها من شفت الدليل تشظه عيون حسنهن خشب والدمع بيهن ارضه البايره ويتقدم لها ترضه وافقت بيه بيا بخت وافقت بيه بيا بخت ديوان جيتك بس غزل والماخذك ما يسوى كسره ومضه تشاوين وعدك والقسم من قلت له غيرك ملك ما ارضه ها ابو وليدك اعتذر الله يحفظ وبطلت انا لاستاهل حفظه ونزلوا ونزلت دمعتي اللي كانت معودة علي دارت وجهها مغمضة الله دارت وجهها مغمضة وسلامتك الله سلامة ذاك الموقف زين إذا رجع ذاك الموقف راح تعيشه مثل ما عشته بالبداية أكيد نفس إحساسك ومشاعرك إيه إيه طيب وأنا ما سويت إلا الصحيح مرة رفعت المراية أنا أهنيك طبعا على القصيدة اللي قرأتها وأنا أهني روحي بيك هذا خلي يمك تفضل شنو هذا؟ عندنا فقرة اسمها فقرة بكالوريا بكالوريا؟ اي بكالوريا انا سنتين الثالث ما اخذتها او على ما دشيت بيها زين حسين الزهيري اي نعم انت زين بالامتحانات؟
وقلت له غير ثالث يعني مو زين دراسيا يعني. والله كنت زين ايه بس هم نفس الطرقاعة السوداء صرت مو زين. فهمت وصلت وصلت. لا اكو بيت ابو ذية يذكرني اقول اقبالات الحمد لله يا زين مني وصار عقل جبالي يا زين. كنت زين وصرت بجفاك يا زين ارجع انذنيك الاقبالات بيه. اي سجاد. جمهورية العراق للشعر الشعبي بالعراق الشاعر حسين الزهيري محافظة ديالة. نعم. فقرة بكالوريا تتكون من 3 أسئلة. السؤال الأول عرف ما يأتي، السؤال الثاني صح أو خطأ ثم صحح الخطأ، والسؤال الثالث ملأ الفراغات. جاهز حسين الزهيري؟ جاهز بس هذا ما بيترك أبد أبد كلهن كل ترك ماكو. يلا بعد كيف سيادة المخرج إذا يريد يطيح لك سؤال واحد أنا بس أنا بالنسبة لي ما أنا كلش مدرس أنا بعد أنا مدرس متعلم وأنا طالب. السؤال الأول عرف ما يأتي حسين الزهيري عرف الحب. الحب هو الزوجة. الله. عرف الاشتياق. الاشتياق الاشتياق هذا ما يصير يعني مثل ما يقول يعني نقدر أنا من يمي كيف سيادة أستاذ فراس أوقع على الاشتياق. الاشتياق يعني مشتاق لهواي ناس أنا فقدتهم. أي وأتمنى أن يجمعنا الوقت. طيب عرف لي الجرح. الجرح ما اريد اعرفه حتى ما ألكم. انت دموعك دمعت ترى عيونك يعني عفوا مو كلش ترى دمعت على الاشتياق لان قصدي على الشهداء عندي صديق احمد عادل رحمه الله الف رحمه على كل شهداء العراقيين جميعا مشتاق له كلش. عرف لي الاب. الاب هو الامان. الاب هو الامان. ايه هو السند. اي والله. عرف لي الوطن. الوطن 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 هو الاستقرار هو ايضا الاطمئنان. طيب عرف لي الصديق. الصديق سند. عرف لي الام. الام اخير شيء هي الوطن. هي الوطن. اي حلو. ولو قال لك الوطن هي الام والوطن شيء بسيط على الام. الام شيء بسيط بما انه ختمنا السؤال بالام هيك 4 أبيات الام 5 هيك بكيفك. انت الغاليه وكل لا تبخل عليها. انت الغاليه وكل العزيزين. انا غيرك ابد ما عندي غالي بكثر خوفك علي من تحرصين احبك يا طعم كلمه حلالي. الله احير شلون جازم قلب الحنين كبرت وما تبطل من دلالات. الله عليك. حزينه ولو تلاقين تضحكين طيبه وحيل تعبان هالليالي يما البيت يتعب من تتعبين ومن تبكين دمعات تلالي من شفتش تغطين وتغرضين. الله قلب الام عرفتش قد مثاله. الله يا جنت الله ايش عجب على القاعه تمشي فدوى الرجل كان وكجاني. الله عليك انا وعلوشك. يا الله عليك حبيبي. ننتقل للسؤال الثاني. ايه امامك الورقه. السؤال الثاني شو تقول صح او خطا ثم صحح الخطا. اولا اول نقطه يعتبر حسين الزهيري الشاعر الاول في محافظه ديالى. خطا اصحح انه العفو جائز انه اول شاعر بظهوره للاعلام. حلو. اي بس تمام يعني بس انت من ديالى طالع بالاعلام. طالع بالاعلام بس أوكي. اما شعراء بها هواي. اثنين انت موظف حكومي في في مجال السلك العسكري. صح صح ما راح نوضح. لا هو صح اوكي صح. ثلاثة محافظة ديالى لا تستذوق الشعر الشعبي كما كباقي محافظات العراق. خطأ. تستذوق. تستذوق بس قلت لك هي هالإعلام مثل ما يقول أو تقدر تقول مو مثل المحافظات الجنوب. حلو. عندنا ذائقة بس بقلة يعني. حلو. 4 أطلق عليك شاعر الأسرة لكثرة قصائدك الأسرية. صح صح. تواجد بالمواضيع الاجتماعية. كلش حلو. يعني انا اشوف هذا منك انفراد يعني والله انفراد. اي نعم مواضيع مظلومه وحياتهم. 5 تعتبر انت تعتبر عريان السيد خلف مدرسه للشعر الشعبي. نعم العراقي. صح. هل هناك مدارس في الشعر الشعبي انت تؤمن نعم. بالمدرسه اؤمن بها. نعم. عريان ومنو بعد عندنا مدارس. عريان كاظم اسماعيل قاطع الف رحمه الله على ارواحهم. اخر نقطه بالسؤال الثاني صح او خطا كنت كاذب في احد الاجوبه من الاسئله الموجهه. غلط كلهن جاوبتهم صح. عشت ايدك. ننتقل الى السؤال الثالث والأخير. املأ الفراغات التالية. نعم. أول فراغ كاظم إسماعيل القاطع. النهر الشعري.
الله نهر الشعر بالعراق. اي والله طبعا هاي احنا طبعاً السؤال راح نطول بيه ترى، لان بفراغات وبقصيده وباشياء راح نداخل بها. وانا حاضر. ايه اعتبرت كاظم اسماعيل القاطع النهر النهر الشعري بالعراق. نعم. وايضا هو ايضا مدرسه. اكيد. تمام. اثنين بغداد والشعراء وفراغ والالم. الله. ملشومه. زين الى متى تبقى بغداد هيك؟ لا ان شاء الله ما تبقى. ان شاء الله بزود الشباب وان شاء الله نتامل الايام الجايه خير. طيب الثلاثه الفراغ الثالث. نعم. الصداقه فراغ. تقدر تقول الاسره الثانيه الصداقه. جيد. انت إيه عرفت الصديق بالسند. السند هو اكيد. تمام. الصداقه اهم سند. احنا الصداقه هل هي مخليها بس فقط للصديق اللي هو شخص مو بداخل بيتك؟ ممكن الاب يكون صديق. اكيد. صح. اكيد ممكن الصداقه مع والدك. نسيب الصديق نسيب الروح. ايه. والاخ نسيب الجسد. انت جاز جزء اكو اشياء واسرار ما تحكي لاخوك تحكيها لصاحبك. حلو. الفراغ الرابع من صنع شاعريتك فراغ. من صنع شاعريتك. من صنع شاعريتك فراغ يعني مليل الفراغ يعني. جرح. جرحك. ايه هو اللي صنع الشاعريه. ايه نعم. ايه جرح. لا تقول لي هذا الجرح اروح لك فدوه. لا ما راح اسالك عن جرح. لا 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 ومو ايضا عبره بس اللي انا اشوفه انه صنع شاعريتك انا يعني هسه هذا جوابي يعني يمثلني ما يمثل البرنامج يمثلني انا كسجان الغريب. اي نعم. تمام. انا اشوف انه صنع شاعريتك مع عائلتك باعتبارك انت شاعر الاسره. هذا اذا سالون علي حسين. انا اسف عجوز يعني ما فهمت انا. اي من صنع شاعريتك. اجى من اجى من 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 جرح. انا بديت اكتب وانه قلت لك انتقلت المواضيع الاسرويه مواضيع الاجتماعيه. نروح للفراغ الخامس. إن لم تكن شاعرا تكن شيخ. وانت شيخ اصلا بدون شيخ. يعني انت شيخ بدون ما بدون هاي يا شيخ قلبي يعني الله يسلمك. هو احنا المتعارف عليه الشيخ دائما هو يكون اطيب شخص بالعشيره. اكيد. ورزن. نعم. وبنفس الوقت يكون واعي. نعم. وصادق. وصادق مع الاخرين لان هو الشيخ. لان كل المتوفرات بيك. اكيد. زين انت بعد شنو فرقك؟ شكرا لك. انا جاي اشوفهم بيك والله العظيم. ذاتك يا حبيبي. نروح على الفراغ الاخير وايضا بالفقره الاخيره فراغ قصيده تعتبر من اهم قصائد حسين الزهيري. اسمها قاصة التاجر. قاصة التاجر. اي نعم. قاريها في مكان معين؟ لا ما اعتقد. يمكن قريتها عذرا. طيب قريتها. احنا بالنسبه لنا راح نخلي لك حريه الاختيار حتى نختار. هاي من اهم قصائدي حسيتها وفعلا عايشها وبيها واقعيه نقدر نسمعها. اي طيب قاريها. اي صح. اي والله. اقول ما جام البعد والمستحي يولي وطقهن بالوجه ويصاحب وخل. الله الله. ما جام البعد والمستحي يولي وطقهن بالوجه ويصاحب وخل. بعد منا ورايح مثل جيت الموت خط رجعه ويلي يصلون ما خلي. لابو ذيل العوج جلكم الله المن اشد قصبات لو قبل العمر ما ينعدل ملي. الله. زعلت الضوء مو نجمه حتى انشاف زعلت لين مالي خلق ظلي. الله. قمت احسد الماي العاش جو البير اللي يكره واللي يحب بس دل ولوزلي. الله. قاصب بيت تاجر ما اريد انعاف مرايب بيت لعنه كثر احسلي وعلم احد بحال العكس وقته وياه وكلها تصير اخوته لصار متولي كافن وكل ساكت انا مو طبشور بحيل تعلمه ودرا مسح كلي جبتها بمستح بمستح طول العمر مذموم. الله. شبعه بمكان شكرا السلي وكاف اضحك كذب بوجوه اللي يضحكون المتيه الله المن قاعد يصلي. الله. انعم الله على الدمع صاحب طويله وياي مرات الدمع ما يخلق يسلي كفيت العتب كفت البيهم طول وعلى كل من قياسه شويه ما خلي وصية والدي الفطرة عمر وياي. الله. لا تتخلى عنه ولا أنا متخلى
إن عورش قبض من رقبته الماي قضى العمر محنة بجيب شو بخلي عمر خلصت رقض العين هذا وذاك مثل عيشة مين بهالتعب شلي كلهم واقف لهم بالرخاء والضيج ولما طحت بس رجلي يوقف لي الله 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 بس رجلي الله وسلامة روحك لما طحت بس رجلي يوقف لي الله الله عليك ابو علي اذا يعني صار فت شيء وياك معين منو اكثر واحد ممكن قبل تشيل التليفون تخابره يا ما صار هيك شيء وياي ان شاء الله ما يصير والدك والدي. الله يحفظه ان شاء الله الله سلام. والدك يعني والدي مثل ما تفضلت صديق عرج اي صديق واخ وحبيب وسند وكلهن والله الله رزقني بهيك اب يمكن شيء بسيط على الاب الاب حتى ما هاي المقدمات هاي كلها نختصرها في شعر انا خالد عطشانين على حسين الزهير يعني راح تختصرها مثل ما تفضلت اختصر لي اياها بشعر بشعر اقول له بويا انت كلماتك نوارس والنوارس لون نيتك انت من تدعي بصلاتك ما يرد شيء بتلحيتك الله ليل ونهار احمد الله من وعيته وابلقيتك بيتك العالج غلاته يرخص وسرداب احس لو غبت يوم على بيتك الغالي المعدل القدها وحده من ضمن الثلاثه تنكتب كول بهويتك الله ربي يحفظك ويخليك كحل لعيوني الله يحفظك فدوى لك الخليط يا حبيبي يا حبيبي يا قلبي عيوني سجاد اذا نروح اخر فقره عندنا بالبرنامج ويعني حسين ابد ما ينشبع منك لا الوقت هو جاي يركض وياك ما اعرف الله شاهد كانك الوالده يا حبيبي تسلم الله يحفظها لك ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه عندنا فقره اسمها حظي نصيب انت تعرف الشعراء دائما يقولون الحافر يقع على الحافر احسنت صح لو مو صح صح هاي فقرتنا ما نريد الحافر على الحافر لا اليوم احنا نريد احساس على احساس والله ان شاء الله تمام عندنا مجموعه قصائد نعم تقريبا بال 15 يمكن المخرج مخلي ما نعرف كم قصيده موجوده يا شاعر راح يطلع اسمه اسم قصيدته راح تجاري قصيدته نعم انا حاضر تمام فالاختيار لك اخذ منه اي والله تاخذ لنا ورقه وما تشوفها انا اشوفها ها لحظه يا ما تشوفه لا حسين لا يلا اتوقع من اللي طلع والله يا اخويا ما ادري ما تدري اي بالله ما شفت طبعا تحياتنا للشاعر واخونا ابو الاكبر الشاعر علي المنصوري قصيدته لو باقين غربه ولا تطورنا شاهسه ولا شي بينا يوجعنا الله نمينا الخبر عن ناس مبتعدين بس قالت ملامحنا كلهم بالبدايه طوخ ويبهتون مثل سوال في الحلة الله الله اي قصيده الله كبيره اي طبعا تحيه طيبه للكبير والحبيب الشاعر علي المنصوري والانسان ايضا اكيد ابو الاكبر الانسانيه اللي عند ابو الاكبر تفوق تصوراتنا طبعا اللي اذا جارينا القصيده اجاريح القصيده اقول يا ما عفتني ورحت ما فكرت بي خليتني الوحد المفراد ترجي الله وخليتني بحسرتي قلبه شهيد وعرض وقت المغربي الله وخليتني بلا ذنب ادفع سنين العمر يم فرقت اقديه وخليتني احترق مثل الاوراق التتن وتسلطن بحرقي أعدل مزاجك نعم بس أنا راح انتهي يا غل يرد حقي الله وقبال عين البقت انبقت وشفتك انت سكتت ما حركت حلقي وسعت خلقي اللي كان خرم الأبر خلقي الله مرات غمّة القلب اي والله غمّة الطير اللي يفز من ينكت جناحة الله الله واتمنى لو بالحلم بس أشعر براحة مرات غمّة القلب غمة الطير اللي يفز من ينكت جناحه واتمنى لو بالحلم بس اشعر براحه خايب جاي يخلص من القهر يمي الكساله طحت شن حال من الساحه كل شي انتهى وشن طبق شلون يوم 11 يوم العاشر يخنقنا مصباحه من نفك ريج الصبح ادعي عليك بكثر ما دمرت صحتي وما أدري بي الوجع واصل الذاكرتي الله الله ما أدري بي الوجع واصل الذاكرتي
من نفك ريج الصبح عدي عليك كثر ما دمرت صحتي وما أدري بي الوجع واصل الذاك الله منفكر سوالف قبل توجعني سالفتي شن دل جبت العمر ايد على خاصرتي عرافت الداية جاوب بس ما لقلت ايش قص صعبة من تنطعن من واحد تحبه تاليها مثل الهدمين عاب والذبة تفشل من أهلك إذا ذكروه والسبة من أهلك إذا ذكروه عالشجرة من وكرت خائب من وكرت ما تبني بيها وطن عينك على اللبة مو قلنا نبقى سوى على الحلوة والمرة أي والله ومو قلنا حد الجفن ما تنتهي العشرة ومو قلنا نهر الزعل نتحفى ونطفره شو بعد كل شيء رسم ونكتب على الشجرة من فتح زيجة جرح تستنكف السترة مشكور ما قصرت خليتني الوحد يعمى وتقل لقرا وراح الحجولي قبل سجاب راح الحجولي قبل منعوفك الوحدك ومصابك مصاب الله خايب لو ذاب تعب الكلب شاواك في الباب ما نفع بيهم ملح يقاتك ما نفع بيهم ملح شا ينفع اعتادي ولكن توكله بدا يوب هالحضن راب خايب ويا ذكرى منهم بقت عضات صبع البقل بيها ذكر احبابي الله خايب يا ذكرى منهم بقت عضات صبع البقل بيها ذكر احبابي بردت لهفتي وهف ذاك الحنين بردت لهفتي وهف ذاك الحنين الجمر وما عاد احب وقت نحوش قبل عمر الله مثل النخل انحضنوا عيونهم على التمر ويردون منا استمر شو استمر دنيانا بس مصلحه على البيد ابوك جلبه ما حد بحال سمع الله عليك سلامتك الله عليك والله لا يسلم الوقت نبقى. الوقت داهمنا وما عندي وقت حتى كلش ما حسينا فيه وكلش الوقت كلمة أخيرة المشاهدين اللي تحية طيبة لك يا حبيبي تسلم وأبارك لك تسلم لبرنامجك ليلة الشعر يا حبيبي تحية طيبة للمخرج أستاذ فراس وللكادر المصورين وتحية طيبة المتابعين لولاكم ما أوصل لهذا المكان أحسنت تحية طيبة مثل ما تفضلت الأهلي والأصدقائي والخواني والكل يريد لي وكل من يريد للخير تحياتي له أحسنت وإحنا فرحين أيضا بوجودك وشكرا لوجودك طبعا شكرا لمتابعينا ومشاهدينا في كل مكان انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليلة شعرية في أمان الله.